بالنسبة للوضعية اللي نعيشوا فيها هو أنه الأحزاب استنتجنا على مدة 10 سنوات وأنه الأحزاب مصيبة البلاد، جوعوا العباد وأفلس البلاد، وهذا راجع للأنانية المفرطة اللي ما فماش لا وازع ديني ولا وطني ولا إخلاقي. ويبين لك هما أنهم استوردونا نفايات الكورونا اللي هي مميت للشعب التونسي، فهمتني؟ تعتبر سلاح بيولوجي أكثر منه، فهمتي؟ سلاح متعارف عليه كالدبابة والطائرة وكل شيء ذاك تتشاف وتترى، أما يجيبونا في النفايات اللي هي ضرة البلاد والعباد. وبالتالي وزيد على ذلك وأنهم فهمتي جابونا القمح المسرطن، وجابونا فهمتي دوايا منتهية الصلوحية، وجابونا غذاء فاسد. هذه عباد مازالت تثق فيها أنت؟ احنا بالنسبه لنا نحن نساندوا قيس سعيد بالنسبه للقرارات اللي خذاها، لانه لو ما خذاش هذيك راهو الشعب التونسي في جراء الجائحه هذه راهي ماتت برشا توانسه. ها وبعد 25 توفرت التلقيح، الفوسفات رجع الى سلف العمل نتاعو بواسطه القطارات مش بوسائل نقل المافيوزات واللي نبوا في الدوله، فهمتني؟ بحيث هنا خرجنا ان شاء الله من الازمه هذه، وهاو لا اضرابات عشوائيه ولا اعتصامات فوضويه، الامور ماشيه على احسن وجه. ابقى الناس هذه اللي تدعو او انهم انقلبوا على الدستور، هم اللي انقلبوا لمده 10 سنوات وهم ينهبوا يعملوا اذا عملوش حاجه في العشر سنوات، يحبوا قيس سعيد في شهر ولا اثنين يعمل حاجات. ما نصبروا شويه كما صبرنا عليهم هم 10 سنوات وما عملوا شيء، خلينا نصبروا فهمتي باش تتوضح الرؤيه. يا رسول الله الفوسفات نجيبوا فيه نحن كنا مصدرين والثالث في العالم، اصبحنا نجيبوا فيه للفلاحه نتاعنا، هذا كلام هذا فهمتي؟ والتهريب هاك تشوف يمنه ويسرى عمله وفهمتي وبضائع ومتوازي، وين العداله الجبائيه اللي يحكوا عليها؟ واحد شهريته تتقصوا منها فهمتي كذا كذا، لو كان جاء الكلينيكات يدفعوا البرسنتاج نتاعهم على قد ما يصور، الطبيب كيف كيف، المحامي كيف كيف، راهو فهمتي من الاداءات بركه رانا فهمتي ما شاء الله رانا غطينا الواحد نتاعنا. تتصور معناها زوز قضايا انس قضايا اللي نتاع القضاة قال في زوز قضايا بركه فهمتي خسرنا 6000 مليار لفايت الدوله، وين هي الامور هذه؟ فهمتي؟ اذا كان ما فماش حساب الافلات من العقاب والحساب هو مصيبه البلاد، لو كان نتلاو نصلحوا بلادنا ونوقفوا ليها ما نحتاجوا حتى لزيد ولا عمر، البنك الدولي ولا كذا واحد ما نحتاجولوش احنا. لو كان التهريب معناها نتاع الاتحاد الاوروبي، السفير نتاع الاتحاد الاوروبي قال راي تونس منهوبه، خيراتها كثيره ولكن منهوبه، معناها بشهادتهم هما يحتاجوا تو يقول لا هذاك شان داخلي ما نحبوا حتى واحد يتدخل فينا، لاننا اهل مكه ادرى بشعابها. وبالتالي فهمتي يلزم وقفه حازمه وقوانين والقانون يلزم يطبق على الكبير والصغير، لا افلاته من العقاب. اذا كان افلتنا من العقاب سيء، معناها من الاجدر والاحسن واللي هو يفيد البلاد والعباد هو إرساء العدالة بين الجميع دون استثناء، هذا الطريق الوحيد اللي يؤدي بين الكذا. وبالنسبة للمهربين فهمتني، إذا كان إيش عندي فيه أنا يشد الحبس وكذا، جيب أخويا مكة سرقت وانهبت وكذا فهمتني، طرناطي يهز فيه القطار اللي هو ترجع الأموال نتاعو للمجموعة الوطنية بخمسة دينارات و700، واللي يهز فيها فهمتي الكاميون يهز فيها ب 25 دينار و700، اخزر انت 30 طرناطه في ال 25 بركه 750 دينار في الفوياج، فهمتني؟ والتران يهز 30 طرناطه شوف قد ايه ب 150,000، شوف هاك الفارق الشاسع فهمتي وكذا، يا خويا نهبه وكذا، واحد يلزم عمليه حسابيه، وليلا محمد رسول نسترجعوا الاموال نتاعنا، ونزيدوا نطالبوا فهمتي بقيس سعيد تأميم الثروات الطبيعيه. لانه الملح بركه لو كان نسترجعوه فهمتي هذاك معناها يعتبر الذهب الابيض بالنسبه لنا نحن، يعتبر الذهب الاسود نتاع الخليج. لو كانت تتوفر الاراده السياسيه ووقفت، لانه حتى العالم كامل معانا، لانه فما غبن والغبن يحمينا معناها القانون الدولي. زد على ذلك وانه ايطاليا فهمتي المتضره، وزيرة الشؤون الاجتماعية الإيطالية قالت بأن فرنسا ما يكذبوش علينا لأنهم ينهبوا في أفريقيا اللي جعلت الهجرة غير الشرعية معناها تتواجد عندنا نحن. يا خويا كي توقف معنا إيطاليا وكذا وكذا فهمتي، ونبينوا بالبرهان وأنه نحن معناها ثرواتنا منهوبة وشعبنا فقر وشعبنا مات في البحر وشبابنا فهمتي بطال وأمورنا كذا، ما ثماش عليه شيء فهمتي؟ لا معناها حتى في القانون الدولي عندنا معناها نطالبوا بفرنسا باش ترفع علينا يدها. شوف انت كي رواندا هذيك فهمتي وقت اللي كانت حرب اهليه
وصار فيها مسار حرب أهلية معناها بإعاز من فرنسا. شوف توا كي خرجوا كذا، شوف رواندا وين وأثيوبيا وين، وقت اللي نقولوا في يوم ما شوف مساكن السكولات وشوف مساكن ما يلقوا باش ياكلوا، شوف احنا في وضعية معناها تخلينا هالثورة هذه يلزم نحقوا بها انتصارات على الأجنبي والداخلي اللي هما ضد الوطن وضد الواحد، ومرينا منهم كان يوما بعد يوم الانحطاط نتاع الدولة والفشل، ورينا كان فهمتي الدولة معناها هيبة الدولة مشيت على روح فهمتني، يلزم استرجاع هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، اللي يغلط يخلص، وهذيك باش فهمتي باش تستوي الامور ونحقوا انتصارات اقتصاديه واجتماعيه والناس الكل تعيش في رفاهيه. شنو هي اهم طلبات الشعب التونسي من رئيس الجمهوريه؟ الطلبات من رئيس الجمهوريه اهم الطلبات يلزم احاله الملفات الثقيله اللي فيها برشا اموال ترجع لتونس فورا فهمتني؟ وثانيا وزارة نطلب منه باش يستدعي السفراء الدول الغربية الكل ويحطهم في المنهج، وأنه ثرواتنا من هما بعد ما يكون تحيين فهمتي للثروات نتاعنا الطبيعية من ملح وبترول وغاز وكذا، ويلزم شنو عددية بلاش عددية تمشي البترول يمشي كذا، والواحد البوارج تهز من غادي لغادي فهمتي البترول لا عددات ولا محاسبة ولا مراقبة ولا كذا، كل واحد يا خويا اعمل تحيين انت تو كان نمشي غاديك ممنوع عليا باش ندخل، يلزم عندي بطاقة عبور باش ندخل للزون هذيك، انت عايش عندنا 70 حقل، عندنا 70 شريك، انا اشتعل مال زاير فيها 17 شريك، احنا تونس 70 شركه اللي يعملوا ومن اكبر الشركات فهمتني. نوجه نداء لسياده الرئيس باش يوقف على حق الشعب التونسي من الداخل والخارج فهمتني، هكاك باش نعملوا ثوره صناعيه وثوره اقتصاديه وثوره اجتماعيه، ونقولوا لاوروبا رانا نحن بوابه نتاعكم، اذا كان انتم نحن ما حاسكمش تو تتوافد تركيا وقت اللي صارت الهجره السوريه غادي طلبوا من المانيا باش كذا باش نحرس لك وكذا بليش فهمتني، باش نقري الاولاد هذاكم بليش مش كذا، خويا تعطوني ضرب 10000 مليار على اساس باش يحمي المانيا باش ما يدخلوهاش اللاجئين السوريين، احنا هكا تشوف فيها على اليمين وعلى اليسار ومن افريقيا ومن كذا دول، ونحن نقطه استراتيجيه اعطاها لنا ربي ميزنا هذه البلاد ما شاء الله، دره البحر الابيض من المتوسط تفتح على اوروبا وتفتح على افريقيا، نورمالمون احنا مركز هنا فهمتي، مركز هنا فهمتي باش نقطة عالمية معناها تصور. وفي الختام نختم فهمتي ببيت شعر هكايا من وحي أنا فهمتي، على تونس الجميلة، تونس جميلة بشرقها، تونس جميلة بشمسها زرقاء ببحرها، خلابة بخضرارها وشموخ جبالها، غناء بثمارها مطمور روما بحبوبها، علما وأني مواطن تونسي لا أنتمي إلى أي تيار سياسي، إنما وطني حتى النخاع. باش اللي يقول الحزب هذايا من هكا وهذايا من هكا، بحيث انا مواطن تونسي ماذا بيا تونس راهي في العلالي، وكنا مع الاسف الشديد رانا خير من دبي، لو كان ما جاتش الفساد والسراق والنهب والسلب وكذا واحد رانا في اعز المراتب، الفلاحه اللي بها الاولويه فهمتي اللي هي الركيزه الاساسيه، لان كانت باجه مطمور روما فهمتي، صبحنا تو نجيبوا نوردوا في القمح ونوردوا في كذا ونكردوا في العام 2018 سبق قياسيه نتاع القمح نتاعنا، جابوا القمح المسلطن منين؟ من اوكرانيا اللي هي فهمتي المركز النووي نتاع تشيرنوبيل هذيك فهمتي، يزرعوا الحبوب اكثر ماده هي تمتص النفايات، هم جابوا هنا من غادي والقمح نتاعنا قبل الموسم جابوا القمح هذاك باش يخزنوه، ويبقى قمحنا في العراب باش يزيدوا صفقات اخرى باش يخرجوا الاموال، بالله نقطه حساسه هذه نلفت بها للراي العام والله، وانه السيارة الواردات يلزمنا نحرسوا، وكما موجود فهمتي ملحق عسكري ملحق امني ملحق ديواني ويكون مراقب ثاني، الكراهب اللي جايه الشركات اللي تجيب في الكراهب وتجيب في كذا هي ب 10000 اورو، هو كوم كوا جايبها ب 15000 اورو، برا ثبتوا ساعه في الفاتورات هو خرج 5000 اورو بطريقه قانونيه بالبركه المركزي، برا خويا قداش جاب هو، شوف قداش ارى 1000 كهرباء مثلا يقول له هذه في اوبسيون كذا الطول نتاعها مثلا مليمتر يقول لي اعطيها لي نص مليمتر في الاوبسيون هذيك لا نحيها لي، فقلت تعطيني انت 10000 اورو اعطيها لي انت 15000 اورو، وانا نخرجها ب 5000 اورو عمله صعبه، وزاد جاب هنا يثقل على المواطن، هنا في الجزائر الكهرباء اللي هي نفس القام ونفس كذا اللي هي ب 28 مليون هنا في 28 في الجزائر هنا 58 مليون.
دونك هنا الوارديات بصفه عامه الشركات هذه اللي تجيب وكذا واحد يلزم فهمتي خاطر يقنفلوا في الفاتورات فهمتي باش يزيدوا يثقلوها على المواطن ويثقلوا على كذا ويخرجوا اكثر ما يمكن من العمله. التهريب كيفاش يجي؟ يجي بالطريقه هذه فهمتني.